Yo, what's up, guys? Welcome back to a new video. I'm gonna do the reaction of Dopash. المهم اليوم غادي نديرو رياكشن لدوباش شنطان ديسك تلاح البارح فيتشرينغ مع يوز 45 و ال 36 هذاك المسطي ديز دابا وصل 77 كا حاجه مزيانه لدوباش حيت دوباش ما تيلصقش الفيوز بزاف هادي فرحاتني بزاف حيت تيبان لي دوباش كيزيد و كيبين راسو كليب تكليب ميبي في طنجة في تطوان ولا في طنجة حيت طلع طنجة تطوان المهم لو كنتي اول مره كتفرج في هاد البشاش وغتفرقه واحد سبسكرايب بالنسبه حتى الاخر حيت تشوف فيديو اللي عجبك واللعيبات عاد تشوف واش دير سبسكرايب وما عجبتكش ديزلايك ولايك حتى الاخر وسكور الجانج اللي مازال ما تقيدش في الجانج غتبلطات في الديسكريبشن وغادي تلقى الجانج في جروب فيسبوك غادي تقيد فيه غتجاوب على واحد السؤال ولا بغيتي تدوز شي ميساج مع داك السؤال مرحبا وهاد اللي ما تمشيني غادي نولي نسيبورتي القنوات زعما هنقول لكم الدراري زعما اللي عندهم كونتوني زوين وما معروفينش واخا تزاد لهم غير 200 و 300 و 400 ولا 500 ابوني من عندي انا راه شي حاجه مزيانه بالنسبه لي انا حيت تسمى درت عاونت بنادم هاد الايامات غادي نبقى نشوف القناه وكذا اللي ما واخدينش حقهم كذا اللعيبه شويه كان شي قناه زعما تستحق صيفطوها ليا سو بعدا قبل ما نبداو لا رياكسيون عارف شحال من واحد غادي يقول اوقات النظور ولا بنادم حكمناه زعما حيت لهيتو تيبقى يقول لي كاين اللي ما كتعجبوش تعجبو خدمتي وما كتعجبوش انذر وان فهمتيني ولكن كاين دوك الكانسرز اللي شنو نقول لكم تيشوف بنادم ما عجبوش انذر وان تيقول انا انذر وان حامضه بالروج فهمتيني يعني ما تفرحش بزاف انذر وان غادي نرد لك غادي نحاول نرد بواحد الطريقه اللي ما تكونش ممله حيت لاحظت انا براسي ديما انذر وان كاين اللي كتعجبو ولكن فهمتيني كل اللي ما كتعجبوش هذا هو البلان كل اللي كتعجبو كل اللي ما كتعجبو ولكن انا غادي نحاول نبدلها باش ولي تعجب كلشي سوا الدراري كافيه بلا الله بزاف تمسكوا التراك دابا الفا برودكسيون بعدا حليت هذا شويه باش تشوفوا بلي عندي واحد المنظر زوين تنطلع عليه شي نهار نوري لك كانوا شفتو في شي فلوغ بقيتش عاقل فيا يوز 45 باش يعجبني الفلو يتقبل حاجه زوينه بزاف يوز 45 بامي الحوايج اللي تعجبوني في يوز 45 هو التصاي ديالو فهمتي كيفاش يبقى يتستاف كليبات كدا والطريقه اللي تيقصر بها هو كلشي داك الدري بزاف يوز 45 شيك مخدوم بزاف هنا شهرة يا ابو زبال ودير البز شكرا مودا فيك الحبس ياكلو الحومة الاجرام حدي مراك لي اختات فوق احنا مرات انت مراك كتخرف دوم على اليوم شال دوباش تخلي غني بلي في كيف مشي بلي وفحال نلقى شي صاك ديال الفلوس المهم نلقى شي صاك فيه شي لعيبه هو غادي به علاش انا غيبانو لي كبار الشمطون تبانو صغار طرف واصل نتا الباب دار خيالي شاد دار بيس فيا كان درام دو باش كي تهدر سقسي بين دباب قبل ما كيبدا وكيموتو ستار كل ما كان مضاد ويا كيحفا قلبي كيسلاح ملي كنبدا دباش بروج لصرا ملاقي غير مع ولاد القاع في بيع الاساليب داخلي لغوة الدنوب يهزي حاجة لي تقديمة والفورمات نيمار ماشي عاد حطني الدار وصول يوصل مين شط دوباش بعدا فهمتيني بان ليا في حاله بدل السيل ديالو اول مره فهمتي غادي حيت هو معروف عليه في الديسكو كتلقاهم ديما كان فهمتي واخا كتلقى تراب ولا اي باش كتلقى تيغني كان فهمتي تيغني بواحد الطريقه بحال نقول تيغني تراب سول وكذا فهمتي يبان فيه محيح بزاف حاجه زوينه واحد فاش يبدل السيل عجبني شعر من لي كان خدم مال كبار كان بدا نشرب راسك الفردي يطلع ولاد الفردي خطه طاقي الريكوردي عشي كلوز في تروتوا شم ريحة النعناع خرجنا من دار العيد بعد الدنيا تيا دوار كديرو في النايت على كين كين بطاني بدون لايك قاصح وماضي في حد طعن ضربك بزين زوار قايت شي الحل وخيطو خد نمرة الدار ديسك عجبني بزاف فهمتي فواحد الانرجي زوينة فهمتيني تنا نسري برودكسيون فيه نقية بزاف
مخدوم مخدوم ماشي مخدوم بالروف اللي مزكوني اسيف هادشي اللي كاين ا36 حاكم كرب لوبيا حيت حاط حجر في كرسي تعمل كونو بيس بالكاك كدق الدبا كطاحو الدموع من عينيك عارف راه كاينه ريحه البزار كاين براسي مدفوني ديما كنشوف غير في عدياني كيصحبوني غير كنتعذبوني في كرش ما عاودتيني علاش كنقولش بوسو جا ما كتحملوش كيفاش غتحيد جلاب وتايا تتصرخو في الضو ضرب الكرام بزاف خايف ارجع عليك الكوري ما راه فاك كيما واش عاد تشطر 80 عام ديال الانعاز ميتو جوان بقيتو تفرع دوباج ستوديو ديال دوباج شي كلشي ديال دوباج زوين زوين كاين الدراري ما طولش لكم بزاف كنشد غير خمسة باش نعرفك واحد سبسكرايب لايك ولا ما عجبكش لايك كتبغي واحد بيك فاكين ديسلايك لا ما عجبكش لايك ما طولش لكم بزاف كما كما ديسكورد تهلاو